يستعد الحرس الوطني الأمريكي في 19 ولاية على الأقل لاحتجاجات دعم الرئيس دونالد ترامب، حيث يصر المسؤولون على منع تكرار الهجوم الذي شهده مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري. ومن المتوقع أن يقوم 25,000 جندي بتأمين حفل التنصيب الرئاسي لبايدن يوم الأربعاء 20 يناير الجاري. اتفق ممثل الفصائل الرئيسية في ليبيا على آلية لاختيار حكومة انتقالية تسمح بإجراء انتخابات في وقت لاحق من العام الجاري، حيث توسطت الأمم المتحدة في المحادثات بين حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة وقوات خليفة حفتر المدعومة من مصر وروسيا والإمارات العربية المتحدة. تقلص اقتصاد المملكة المتحدة بنسبة أقل مما كان متوقعاً خلال فترة الإغلاق في نوفمبر 2020، مما ساعد في إمكانية تجنب المملكة ركوداً مزدوجاً، وقد سجل الناتج المحلي الإجمالي البريطاني تراجعاً جديداً بنسبة 2.6% في نوفمبر الماضي، وهو أقل بنسبة 2% مما كان متوقعاً، وذلك في أعقاب القيود المفروضة لمكافحة الموجة الثانية من الإصابات بفيروس كورونا المستجد. تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الاثنين بسبب ارتفاع الدولار وتزايد أعداد الإصابة بفيروس كورونا المستجد عالمياً، وتراجعت العقود الآجلة في نيويورك نحو 52 دولاراً للبرميل بعد إغلاقها منخفضة بنحو 2.3% الجمعة الماضية.